المؤمن الموفق لا يخلي أسبوعه من قراءة سورة الكهف، والسنة والمشروع للمؤمن أن يقرأها في يوم الجمعة. إذن من فضائل هذه السورة أن المؤمن بحاجة إلى أن يقرأها في كل أسبوع. كل مؤمن وكل مؤمنة بحاجة إلى قراءة سورة البقرة، إلى قراءة سورة الكهف في كل أسبوع. وشرع للمؤمن والمؤمنة أن يتقرب إلى الله بقراءتها في يوم الجمعة. وسورة الكهف نور للمؤمن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ بعشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. رواه الطبراني وصححه الألباني. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة، حيث يحتاج الإنسان إلى النور، ويعطى الناس أنوارهم بحسب إيمانهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.